بسم الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر جل جلاله وعظم سلطانه. علاش نكرر؟ لأن التسبيح هذايا يمشي مع اللي أكدت عليه، تسبيح، لأن الله أمره عظيم وسلطانه قوي عظيم ومنه كريم ومنه للجميع، ولو كان كفر يرزقه يهبه روحا ويعطيه نفسا ويبني له جسما ويوسع له في الرزق لعله يرجع عن كفره وعن نكرانه لخير الله. ورب يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذابي لشديد. أعرف ما أنا ربي عذابه شديد لي تري سيفير دون لي سوبليس أتون ليفو أو بير. نسأل الله السلامة.